صباح دام على نحو غير متوقع شهدته سريلانكا، قرابه مئتي شخص لقوا مصرعهم واصيب المئات جراء سلسله تفجيرات استهدفت ثلاثه فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح بحسب ما اعلنت عنه الشرطه، ووقعت الانفجارات المتزامنه في كنيسه سانت انطوني بكولومبو وكنيسه سانت سبيستيان في بلده نوجومبو الى الشمال من العاصمه، اضافه الى كنيسه ثالثه تقع في باتيكالو كما شهدت ثلاث فنادق فخمه تفجيرات اخرى. مصادر في الشرطه اكدت ان تفجيرين اخرين وقعا لاحقا وان من بين ضحايا التفجيرات 35 قتيلا في الاقل من الاجانب. وفي سياق الاجراءات الحكوميه دعا رئيس وزراء سريلانكا مجلس الامن الوطني لعقد جلسه طارئه لمناقشه الوضع، كما اعلنت السلطات فرض حظر التجوال وايقاف خدمه الانترنت في البلاد. ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت في بلد كان في حالة حرب منذ عقود مع حركة نمور التاميل. شهدت خلالها العاصمة سلسلة من الاضطرابات قبل أن تتمكن الحكومة من القضاء على الحركة وقتل قائدها. سريلانكا التي تمثل الغالبية البوذية حوالي 70% من سكانها يعيش فيها عدد من الأقليات أهمها الهندوس التي تشكل 12%. الى جانب 10% من المسلمين فيما تشكل الاقليه الكاثوليكيه ما نسبته 7% حيث يتجاوز عددها المليون بقليل من اصل عدد اجمالي السكان وقدره 21 مليون نسمه ويعتبر الكاثوليك بمثابه قوه موحده في هذا البلد غير انهم يواجهون عداء لدعمهم تحقيقات خارجيه حول الجرائم التي ارتكبها الجيش السريلانكي بحق التاميل خلال الحرب الاهليه التي استمرت بين عامي 1972 و2009 وأوقعت ما بين 80 و100 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة، فيما ينتظر أن تكشف الساعات المقبلة تفاصيل أكثر عن الرسائل التي أراد منفذو التفجيرات إيصالها من خلال تلك الهجمات التي طالت واحدة من أهم وجهات السياحة في العالم.